الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن الترمذي. زلنا مع سنن الترمذي كتاب الطهارة. قال باب آخر منه روى المصنف حديث طويل جدا فيه الكلام المهم على الأسانيد والمتون. حديث ابن عمر، حديث بئر بضاعة، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، أسألكم الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبدة، قال محمد بن إسحاق، القلة هي الجرار، جمع جرة، والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحوا من 5 قرب، يعني على التقريب لا على التحديد. إذا نقول هنا هذا الحديث حديث عظيم لأنه ميزان لمسألة الماء الذي يدفع النجاسة والماء الذي يقبل النجاسة. في قول النبي إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث الكلام على إسنادي والكلام على المتن. كثير ممن قال بحديث الماء طهور لا ينجس شيء لم يأخذ بمفاد هذا الحديث، حديث إذا بلغ الماء قلتين. سأؤجل الكلام في إسناده يعني إلى يعني إما بعد الرجوع من الحلقة أو سأؤجل الكلام في إسناده إذا كان في الليل ونحن ندرس نبدأ في تدريس أصول فقه وأيضا المغني وسنة داود يكون معهم. لكن المتن الفقهي الآن هو الذي يهمنا، الكلام الفقهي على الحديث. الحديث هنا له منطوق ولا مفهوم. المنطوق إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. في رواية إذا الماء قلتين يعني لا ينجس. الماء إذا كان الماء قلتين بلغ الماء قلتين لا ينجس، يعني يدفع النجاسة. الماء له قوة دفع يدفع النجاسة. فقالوا إذا كان الماء يدفع النجاسة اللهم أمين فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير طعما أو لونا أو رائحة فهو على الطهارة، على أصل الطهورية. وإحنا قلنا بأن قول النبي الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته، هذه الزيادة منكرة وباتفاق المحدثين أنها لم تصح، ولكنهم قالوا بأن الإجماع. فهنا اتفاق المحدثين على أن اللفظة منكرة وأن الصحيح أجمعوا على أنه إذا تغير وصف من أوصاف الماء، إذا وقعت لقي نجاسة وتغير وصف من أوصاف الماء فإنها تنجس أو الماء ينجس ويتغير وينتقل من أصل الطهورية إلى النجاسة إذا تغير وصف من أوصافه. إن لم يتغير وصف من أوصافه يكون الماء قد دفع هذه النجاسة. ولا و و و ولذلك قال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ولذلك الشافعية يقولون إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فنجسته وصب عليه الماء إلى أن بلغ قلتين ولم نجد تغييرا في طعم أو لون أو رائحة، إذن يطهر الماء بالمكاثرة، يطهر الماء بالمكاثرة، لأن الله أعطى قوة في الماء لدفع النجاسة، يدفع النجاسة. فإذا المنطوق الماء إذا بلغ قلتين ولاقى النجاسة ولم يتغير طعم أو لون أو رائحة، فيعني فإن لم يفعل قال فإن لم يتغير وصف من أوصافه فهو على الطهورية، وإن تغير يكون على النجاسة. وهذا الحديث فقهيا مفهومه أن الماء إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة. وقالوا بأن هذا المفهوم هو الذي يخصص عموم قول النبي الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. قالوا هذا الحديث مفهومه يخصص عموم قول النبي الماء طهور لا ينجس شيء. وأكدوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3. وقال للعلة فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين
باتت يده على أساس أنها قد تطيش وهم يستخدمون الحجارة فتمر بموضع موطن العورة فتعلق بها بعض النجاسات الخفية فيتنجس الماء بذلك. فقالوا الدلالة واضحة جدا على أن النبي لم يعني لم يبين هذا الباب في التفصيل، والقاعدة عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال نزل زيت العموم من المقال، لم يقل ماء قليل أو كثير، الإناء قليل معروف، لم يقل النبي لم يقل على التغيير غير أو لم يغير، لم يستفسر على التغيير ولم يتكلم عن التغيير، كأنه قال الإناء الماء فيه قليل فإذا وقعت فيه النجاسة ولاقته ولم تغير وصفا فهو نجس، حكم نجس لأن نجاسة خفية. رضي الله عنكم وحفظكم وشكر الله لكم. فالنجاسة خفية، فيبقى إذا عندنا المفهوم في هذا الحديث أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة نجسته، سواء غيرت وصفا من أوصافه أو لم تغير، سواء غيرت وصفا من أوصافه أو لم تغير يتنجس بذلك. والقلتان على التقريب لا على التحديد، القلتان على التقريب لا على التحديد. وقد قال بعض العلماء يعني قد ضعفوا هذا الحديث بتضعيفات يعني بكلام بارد صراحة على ما قاله العلماء، قال وترك الحديث وطرحه هذا ببعض يعني التعقبات الباردة. أولا قالوا بأنه مضطرب، الإسناد مضطرب والمتن مضطرب، قالوا في الاضطراب 50 قربة و40 قربة وثلاث قرب وقربتين 5 قرب، قلنا كل الأحاديث التي جاءت فيها 40 قربة وغيرها كلها ضعيفة جدا وحديثيا بأن المسألة في الاضطراب لابد لها من التساوي، المسألة في الاضطراب لابد لها من التساوي، إن تساوت الدرجة والرتبة نقول الاضطراب، وكان الاختلاف يكون الاضطراب، لكن صحيح وضعيف ونقول بأنه مختلف المتن أو مختلف الإسناد. يضطرب لا يضطرب لأن الضعيف لا يطرح، الضعيف لا يقوم أصلا، يعني الضعيف ليس له اعتبار أصالة، كأنه ملغي هذا الضعيف. فإذا الكلام على اضطراب الإسناد أو اضطراب المتن هذه ادعاءات باردة. قال ابن ذو العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء، الحق على طريق المحدثين كما قال حافظ حجر وفند ذلك في تلخيص الحبير. قال الحافظ قول من لا يعتبر إلا التغيير وعدم قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه، ولذلك اعترف الطحاوي من الحنفية بصحة القول. هم يقولون بأن مسألة القلة بأن مقدار القلة يعني غير معلوم، والحق أنه في رواية وإن كانت مرسلة عن ابن جريج أنه تكلم عن قلال هجر، يعني بقلتين من قلال هجر، وقلال هجر يتكلم عنها في سبق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سدرة المنتهى شبهها بقلال هجر لأنها معلومة لدى الصحابة الكرام. ولذلك بعض ما قال الاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال في معنى القلة اعتذار بارد، ومن الذين لم يقولوا به اعتذروا بأن الحديث ضعيف مضطرب الإسناد، قالوا إن محمد بن إسحاق يروي تارة عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر كما رواه الترمذي وغيره، وتارة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتارة عنه عن عبيد الله عن أبي هريرة، ثم وقع الاختلاف في شيخ محمد بن جعفر غندر فقال مرة عن عبد الله ابن عبد الله المكبر ومرة عن عبيد الله المصغر، قلت هذا الاعتذار أيضا بارد، فإن في هذا الاختلاف ليس قاضحا مورثا لضعف الحديث، فإن وجود الاختلاف ليست بمستوية، فإن الرواية الصحيحة المحفوظة هي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر، عبيد الله ابن عمر اللي هو المصغر وهو الصحيح. فإذا هذا الصحيح في ذلك أنه غير مضطرب، وأن الاضطراب يكون صحيحا إذا كان الأمر على الرتبة الواحدة، لكن الرتبة غير موجودة، الرتبة أصالة غير موجودة، يعني هذه أسانيد ضعيفة مع إسناد صحيح، فالإسناد الصحيح هو الذي يعتبر والأسانيد الضعيفة لا تعتبر بحال من الأحوال. هذا جملة في الكلام على من يعني رد الحديث على تضعيفه بالاضطراب في الإسناد أو الاضطراب في المتن، مسألة القرب والقرب غير 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 مضطربة كما قلنا بأنها قال إذا باغ الماء قلتين، والقلة
ما تقرب من قربتين ونصف، وجعلها قربتين ونصف وقربتين ونصف على 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 التقريب، لا على التحديد للزياده في هذا الباب، والامر معهود معلوم عند علمائنا. بهذا ننتهي يعني من الكلام في الحديث فقهيا وايضا اسناديا. انا بينت اجمالا، ولكن على التفصيل ان شاء الله نفصله باذن الله تعالى في هذا الباب. الفوائد المستنبطه: المفهوم حجه خلاف الحنفيه، الاضطراب لابد فيه من استواء الرتبه، المفهوم يخصص العام، المفهوم يخصص العام. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.